ثم سأتكلم عن الحركة الأمازيغية السياسية العنصرية الشوفينية الإلحادية والمعاداة للعرب والعروبة والإسلام، وهي وليدة المستعمر الفرنسي. ما يسمى بالحركة الأمازيغية في المغرب والجزائر وغيرهما، ولكن بالدرجة الأولى في المغرب والجزائر، وفي المغرب رقم واحد بطبيعة الحال. هناك مصحوبة هذه الحركة الأمازيغية بنزعة عدائية شديدة ضد العروبة والإسلام. سن الاسلام يون الها ويديريت يون ذا القران ونظن دحر شوان يلا يون الاسلام كان يتربي ارواشو ار الموت كنون حوايج راه الاسلام كي نسعى الدين نغ الدين نغ تقبيليت تقبيليت صوب الدنيت تدس تبرز حدا قوساق ماذا الاسلام لا الاسلام ذا عدو الدنيت. رافد هذه الحركة الأمازيغية السياسية العنصرية انطلقت من منطقة القبائل في الجزائر، ثم ساعدتها فرنسا على الانتشار في المغرب، بلد المغرب وتونس، فتلقفها بعض الجهلة الملاحدة، وهم كثيرين يوجدون في جميع بلدان المغرب العربي. نذكر منهم فقط المغربي أحمد عصيد عصيدة، الذي بدأ بسبب جهله، وهو لا شك ولا ريب لا يفقه أي شيء عن الدين الإسلامي أو الفقه الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، وهو ملحد يدعي العلمانية وليس مفكر وليس حتى إنسان مثقف، لأنه أعمى البصر والبصيرة. فهذا الجاهل الضال والمضل أحمد عصيد عصيدة بدأ بالطعن بالدين الإسلامي، أعوذ بالله، وبدأ يساوي بين الدين الإسلامي الوحيد المقبول عند رب العالمين وبقية الديانات. لنشاهد معا هذا الفيديو، لنشاهد معا هذا الفيديو ثم نعود. نجم في حلق كل مغرض أفاك، يرمي من أرسله الله للناس رحمة بالجفاء والقسوة والإرهاب والغلظة. الله أكبر. رسالة للنبي محمد هي رسالة تهديدنا، أسلم تسلم، ثم تأتي فيما بعد تتحدث عن حوار الأديان وعن الحريات وعن كذا، هذا شيء متناقض. الرسالة التي تدرس في المقرر لتلامذتنا وهو في السنة 16 هي في الحقيقة رسالة إرهابية، لأنها ترتبط بسياق. وهذا الرجل العصيدة الضال المضل والجاهل لا يدري، لأنه كما قلت أعمى البصر والبصيرة، أن هذه الرسالة وقال عنها رسالة إرهابية، لأن الرسول قال فيها للملوك أسلم تسلم، والمقصود بهذه العبارة أنك إن أسلمت، إن دخلت في الدين الإسلامي، فأنك تسلم من عذاب الله يوم القيامة. ولكن هذا الضال أعمى البصر والبصيرة لم يفهم هذا المعنى. أحد العلمانيين الخبثاء في بلاد المغرب حد بعت لي رسالة، العلماني الخبيث اسمه أحمد عصيد، وهو بيوصف أن رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والأمراء التي كان يستهلها صلوات ربي وسلامه عليه أسلم تسلم، قال أن دي رسائل إرهابية ما ينبغي. لهذا الباحث اللاهث يصف النبي صلى الله عليه وسلم يصف رسالته بالإرهابية، لماذا؟ قال أن فيها أسلم تسلم، وفهم هذا الجاهل الضال المنحرف
من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، أي إما أن تسلم، إما أن تسلم وإما أن تقتل. هكذا فهم بفهمه المعوج، ما فهم بفهم العلماء وبشراح الحديث، لا أبدا. ومعنى الحديث أسلم أي أسلم بقلبك ووجهك لله رب العالمين. تسلم من ماذا؟ تسلم من عذاب الله يوم القيامة، تسلم من عذاب الله. في هذا الفيديو بدنا نرد على ملحد علماني مغربي اسمه أحمد عصيد. إيش بقول أحمد عصيد؟ من حق المفكر والفنان والمسرحي أن يسب الله ويستهزئ بالدين وشرائعه. طبعا الجواب مبين من عنوانه، هو كاتب حقوقي مغربي علماني متطرف ملحد، هذا كله أحمد عصيد. فكما رأينا بأن هذا الجاهل لم يدري، طبعا هو لا يدري، كيف يدري وهو لم يدرس لا الفقه الإسلامي ولا الدين الإسلامي ولا العقيدة الإسلامية، وهو تأثر بالكتب الفرنسية التي قرأها للملاحدة والعلمانيين الفرنسيين. ولكن يجب أن يعاقب هذا الرجل العصيد العصيدة قانونيا في المغرب العربي، حتى لا يتجرأ هو بنفسه مرة أخرى على التطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو على التطاول على دين الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.